مرحبا اهلا وسهلا فيكم سلام بالجميع في حلقه جديده بنصوم وتصحوا مع الدكتوره كريمه عبدو اخصائيه التغذيه والصحه واستشاريه السلامه العامه وامور الاسره اهلا وسهلا فيك يا دكتوره اشتقنا اهلا بيك ازيك يا دكتور احنا الحمد لله رمضان عطشانين يا دكتوره عطشانين العطش الله يكون في <applause> العون ان شاء الله يكون باجر يا رب ان شاء دكتورة الله عن ايه ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم عن الماء والصيام مش انت عطشان نتكلم بقى ايه ناخد بق ميه كده و... يلا <applause> احنا بنسجل بعد الفطار مش صايمين او تقولوا دول آه طبعاً احنا عندنا احنا قبل الفطار <applause> بس عند الدكتوره أردي افطروا ف اه احنا في فرق توقيت احنا بنفطر <applause> ونشبع فطار وبعدين نكلمكم احنا معك يا <applause> دكتوره تفضلي <applause> بسم الله الرحمن الرحيم آه، كل عام وانتم بخير لقاء جديد متجدد معاكم دايما آه، الحقيقه انا ما بقتش استغنى عنكم يعني انا بقيت حاسه ان انا بقيت عشره جامده معاكم يعني آه، النهارده هنتكلم عن الماء والصيام، الماء واهميته بالنسبه للصايم هو طبيعي الماء مهم لينا في كل الأوضاع وكل الأحوال لكن احنا عايزين نعرف ايه اه نتعامل معاه ازاي علشان واحنا صايمين ما نحسش بالعطش احنا عارفين إن الماء يعتبر من أهم العناصر اللي بتدخل جسم الإنسان لأنه هو بالغ الأهمية لمجموعة من الوظائف الحيوية بالغة الأهمية في الجسم اه الماء بيمثل نسبة تتراوح من 55 ل 75% من مكونات جسم الإنسان لذلك فهو شيء مهم جدا أما بنيجي نصوم إحنا بنعرض أجسامنا للجفاف مع الوقت بي... ساعة ورا ساعة ورا ساعة بنستهلك المية اللي موجودة في أجسامنا فبيتعرض الجسم بتاعنا للجفاف نتيجة تعرض جسمنا للجفاف احنا بنتعرض لاثار جانبيه احنا ما بناخدش بالنا ان الاثار اللي بتحصل لنا دي هي سببها العطش او سببها ان احنا مش شاربين ميه كفايه في فتره ما بين الفطور والسحور فده بيؤدي الى جفاف الخلايا الخلايا بتتعطش طب ايه هي الاثار اللي ممكن يسببها ان احنا نسهو عن شرب الميه اولها آه الاضطراب اللي بيحصل في الجهاز الهضمي الشعور بالامساك اكتر حاجه بنحس بيها وبتنتبنا خلال شهر الصيام هو الامساك وده بيبقى نتيجه ان احنا ما بنشربش ميه كفايه آه الصداع الدوخه احساسك بالصداع طول عشان انا صايم الصيام هو اللي عامل لي الصداع ابدا الصيام بريء من اي شيء ممكن تحس بيه خلاف الاوضاع الطبيعيه العاديه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا تصحوا وده عنوان حلقتنا فمش ممكن يقول لنا حاجه وهي مش صحيحه ابدا لكن احنا نبص احنا احنا بنعمل ايه عشان خاطر بنوصل لنتائج غير اللي قال لنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فاحنا فعلا نتيجه جفاف اجسامنا بنشعر بالدوخه، بنشعر بالصداع، بيحصل لنا الامساك، بنشعر كمان بالتوتر والارهاق العصبي والارهاق عند اقل مجهود، جسمك جاف الدم نفسه بترتفع نسبه اللزوجه فيه كل العمليات الحيويه بتبقى متاثره بفقدان الميه، لان انا عشان احافظ على حيويه الانسجه الداخليه للجسم لازم ابقى محافظه على كميه الميه اللي موجوده في الجسم. مش بس داخليا سلامه البشره، سلامه شعرك متوقف على كميه الميه المتوفره الموجوده في جسمك. خد بالك ان الانسان اما بيحس بالعطش معنى كده ان الخلايا فقدت الماء وتعطشت بقى لها فتره طويله انا بشعر بالعطش متاخرا يعني مش مجرد ما جسمي من جوه بيحتاج الميه انا بشعر بالعطش، لا ده هو بيفضل يطلع المخزون عنده ويستعمل حاجات من عنده ويقوم بعمليات حيويه يوفر لنفسه الميه لغايه لما كل ده ينتهي. في الوقت ده انا بشعر بالعطش، ببقى مريت بقى بمراحل قد ايه على بال انا ما اوصل للعطش ده آه المفروض ان انا ابقى حريصه على تناول كميه كافيه من المياه ما بين وجبتي الافطار والسحور. يعني من بعد ما افطر بدل ما ارهق نفسي بالحلويات كل فتره اشرب كوبايه ميه او كوبايتين ميه ما يزيدش عن كده، يعني ما يزيدش ما بين الفتره والتانية، عن كوبايتين ميه لان كتر الميه هتزود لي كميه البول هتنزل في البول هتنزل واخده معاها بقى الاملاح وال... وكل العناصر اللي دايبه فيها فانا مش محتاجه ان انا كل شويه تنزل الميه في البول انا محتاجه ان جسمي يبقى في حاله ارتواء يبقى جسمي مرتوي طيب انا ممكن الحاجات دي زي ما قلنا واحنا بنتكلم على الافطار السليم ان لازم يبقى عندي طبق السلطه وقلنا لو تفتكروا ان طبق السلطه مش رفاهيه مش حاجه نفتح بيها الشهيه لا طبق السلطه ده قلنا ان هو من الضروريات المهمه عشان جسمنا ودي اتضح هو طبق السلطه بيحتوي على الخضروات الورقيه فانا محتاجه للخضروات الورقيه محتاجه للخيار محتاجه للكابوتشي محتاجه للخص محتاجه للجرجير كل الخضروات الورقيه دي بتحتوي في انسجتها على الميه فانا لما بشربها جسمي بياخد الميه دي محتاجه برضو للفواكه اللي هي غنيه بالميه زي البرتقال زي البطيخ زي اليوسفي في ايه تاني الفراوله البروكلي كانت في عاده يا دكتوره يتسحروا بطيخ وجبنه الجبنه لان فيها بروتين والبطيخ فيه ميه هل... والبطيخ فيه الميه يعني احنا دايما وجبنه وخيار كل جبنه وخيار عشان برضو الخيار دايما نبقى محافظين في الصخور بالذات ان احنا ما ناكلش وجبات دسمه ولا مقليات لان الحاجات ولا سكريات لان زي ما قلت لكم امبارح في حلقه الانسولين ريزيستنس ان السكر بيتحد مع الميه كل جزيء من السكر بيمسك معاه اربع جزيئات ميه فتخيل كل ده بيبقى محبوس ما بيستفدش بيه الجسم فانت قلل من السكريات قلل من الدهون العاليه قلل من المقليات وكل بقى الحاجات الخفيفه كل الزبادي كل منتجات الالبان كل الفاكهه يعني اللي هي بتحتوي على الميه. احنا لو قعدنا سهينا عن شرب الميه لفترات طويله جسمك بيتعرض فعلا لحاله الجفاف ديت أه ما تنساش ان الشاي والقهوه بيفقدوا الجسم الميه. هنحاول بقدر الامكان ان احنا بدل ما نشرب شاي وقهوه المنبهات والحاجات اللي بتحتوي على الكافيين لان احنا عارفين ان الحاجات دي كلها مدرات للبول. فانا بدل ما استعمل الحاجات دي استعمل العصاير بس الخاليه من السكر عصاير طبيعيه، استعمل الميه الطبيعيه لان انا محتاجه لا يقل عن أه بالنسبه للنساء 2.3 لتر. بالنسبه للرجال ما يقلش عن 3 لتر في الفتره ما بين الافطار للسحور متوزعه على ساعات الوقت ده آآ غالبا آآ الناس بتمارس عفوا يا دكتوره في سؤال دايما بيسالوه طب ما انا بشرب خمس كاسات قهوه وخمس كاسات شاي فطلع هذا ما بنحسبش مع الميه <applause> لا 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 خالص احنا بنقول القهوه والشاي والحاجات دي والحاجات المحلاه بالسكر انا ما بحسبهاش ضمن الميه لان فعلا هي بتفقد الجسم الميه اللي فيه لانها مدرات بول اه بالظبط هي عم بتعمل عمليه عكسيه يعني وده اللي احنا مش عايزينه آه خلينا نحافظ على اجسامنا خلينا نفهم جسمنا هو عايز ايه نزود من الميه ما اشربش ميه متلجه لان الميه المتلجه اتفقنا قبل كده انها بتقلل من مناعه الجسم تبقى الميه بتاعتي اخدها في فترات قصيره احافظ عليها في جسمي احافظ على الماكولات اللي بتحتوي على ميه عشان احافظ على نفسي ما بقاش عطشانه ما بقاش متوتره ما بقاش عصبيه واتهم في الصيام آه، عايزين تبقى حلقه الميه النهارده خفيفه وكده زي الميه ما هي خفيفه القاكم غدا على خير باذن الله نكون مرويين وصوما مقبولا وافطارا شهيا ارجو لكم الفائده ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعلى خير.